الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، مساء الخير وأهلا بيك معانا. مساء الخير سليمان، أهلا وسهلا. أبرز ما تم الإشارة إليه اليوم في اجتماع الحكومة الأسبوعي يا فندم. الحقيقة النهاردة كان فيها الكثير من الموضوعات المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي، يمكن كان أهمها الموافقة على مد أجازات المصريين العاملين في الخارج من العاملين بشركات الكهرباء. الحقيقة هذا القرار يعني خطوة مهمة للتيسير على المصريين في الخارج. أيضا كان في استعراض لتقرير قدمه المستشار عمر مروان وحب شأن الاجتماع مجلس حقوق الإنسان، والحقيقة كان تقرير مفصل أكد فيه إن كان فيه مساندة دولية لمصر ودعم دولي لمصر، وإن 80% من الدول المتحدثة أشادت بموقف مصر، وتم اعتماد التقرير الذي قدمته مصر في هذا المجال. أيضا كان فيه عدد من الإجراءات المهمة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، منها تبسيط الافراج المبركي عن البضائع في الموانئ. والحقيقه ده بالاضافه لتحفيز الاستثمار هو بيساهم ايضا في توفير السلع والمنتجات بالاسواق المصريه، وده طبعا هيكون له تاثير ايضا جيد فيما يتعلق بتوفير السلع باسعار مخفضه للمواطنين. ايضا كان في الاستعراض لحمله الحمله القوميه للتشجير وزراعه مليون شجره. ايضا النهارده مجلس الوزراء اعلن ان شاء الله ان غدا هيتم اطلاق القمر الصناعي المصري طيبه واحد، والحقيقه هيمثل طفره مهمه في ما يتعلق بالاجراء الجهود التنميه في مختلف انحاء مصر وخدمه المجالات المختلفه منها التعليم والصحه وغيرها. ايضا مجلس الوزراء النهارده وافق على انشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، هذا المجال المهم عالميا اللي العالم كله بيتوجه له، وفي نفس الوقت فوض وزير الاتصالات في عقد اتفاقات مع شركات عالميه للاسراع بالتحول الرقمي في مصر، بالاضافه لعدد من القرارات التنمويه المهمه فيما يتعلق بتحديث السكك الحديديه وشراء دراجات جديده وتحديث الاسطول وغيرها من القرارات اللي هي كانت معظمها قرارات خدميه واقتصاديه سواء لصالح المستثمرين او لصالح المواطن المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.